السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي المتسبع الكرام داخل المغرب وخارج المغرب، صباح الخير، أصبحتوا مزيان هانيين. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد الجولة داخل حي الروا. نقوم واحد الجولة على الأقدام داخل حي الروا، جولة خفيفة داخل حي الروا. هذا هو حي الروا، من أعرق الأحياء الموجودة في مدينة مكناس والقريب من الأكاديمية رويال. هذا هو دبوشير. هذا هو اللي تواجد فيه المسجد سيدي محمد بن عبد الله، كنت صورت لكم ديك المرة. هو هذا المسجد اللي تواجد فيه سيدي محمد بن عبد الله. هذا هو المسجد. هنا تنطلعو تنلقاو الهري. هنا كان واحد الهري، كبير، كان واحد الممر هنا تحت الهري، واحد النفق تحت الهري تيمشي من هنا تال باب منصور. من هنا تنقصر المنصور، تمشي من هنا تنقصر المنصور. هانتوما من هنا الطريقة ديال التكنيش تنقصر المنصور. ها هو المسجد اللي كنت قلتلكم على المسجد. جانجو مع الجردة ديال حي الروا. هذا هو الروا. هانتوما هادي جات باب الزيتون. هذا هو الهري اللي قلتلكم عليه. هو هذا الهري اللي فيه واحد النفق تحت الأرض، واحد النفق الآخر تيدير حتى جهة ديال قصر المنصور. كان واحد النفق قديم تحت الأرض تمشي حتى لجهة المنصور. اليوم ردموا وداروه طريق، داروا له كودرون وزفتوه، ولا الطريق تمشي نيشان تمشيو عليه الناس. هنا هانتوما ها الجزرة ديال حي الروا. الطاكسيات تمشي الناس على الأكاديمية رويال. هاهي الجردة ديال حي الروا. الجردة ديال حي الروا هي هادي. من هنا تتمشي حتى الأكاديمية رويال. من هنا تتهبط على ديور التازي، تمشي من هنا طولة تدخل تمشي على ديور التازي، تتهبط حتى الأكاديمية رويال. جهة باب الزيتون. هذا هو حي الروا، من أقدم الأحياء الموجودة في مدينة مكناس. هذا هو اللي فيها المسجد اللي كنت صورت لكم ديك المرة، مسجد سيدي محمد بن عبد الله. هذه هي الجهة اللي زدتكم. لو ما تنساوناش الاشتراك في القناة، هذا فضلا وليس أمرا. ما تنساوناش الاشتراك في القناة وهذا فضلا وليس أمرا. دعمونا، الله يجزيكم بخير، ما تنساوناش ذكر السيمات. صباحكم مبروك، صباحكم مبروك بالصحة، وصباح النور، صباح الورد والياسمين. يلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو لاحق.